التواجد الآن في ساحة الفردوس، وهذه الأعداد التي تقدر بأكثر من 300 متظاهر متواجد الآن بالقرب مني هنا في ساحة الفردوس، توافدوا وتجمعوا بعد الإفطار بهذه التظاهرة التي تم التحشيد إليها من يعني قبل أيام، لا سيما في ظل اليوم نتحدث عن أوضاع سياسية مرتبكة متأزمة لغاية الآن، نحن نشهد انسداد سياسي، فهذه الأسباب دفعت هؤلاء الشباب اليوم للتواجد هنا في ساحة الفردوس من أجل التظاهر وكذلك إيصال رسالة للقوى السياسية بأنهم ممتعضون رافضون لهذا الانسداد، لهذا الصراع لبعض الأطراف كما هم يعني يرون، وأيضا يفسرون بقضية الصراع على المناصب والمكاسب، ولربما أن يكون هناك توجه من أجل يعني العمل على مصلحة البلد والابتعاد عن قضية المصالح الفئوية والحزبية، وهذا ما دفعهم اليوم للتواجد كما تحدث معهم قبل قليل هنا في ساحة الفردوس. دعيني أستثمر الوقت أكثر وأتحدث مع أحد الشباب المتظاهرين المتواجدين هنا في ساحة الفردوس. السلام عليكم ضيفا عزيزا، أهلا بك على شاشة التغيير، حدثني عن تواجدكم اليوم، شنو الأسباب اللي خلتكم اليوم تتواجدون وتظهرون؟ أخي العزيز تعرف أنه بعد ما مرينا طبعا توقيتات دستورية اللي جاوزوها طبعا الطبقة السياسية ولم يحترموا التوقيتات الدستورية ولم يستطيعوا تشكيل حكومة وطنية ويتفقوا على تجاوز هذه الأزمات، هذا الفشل الذريع اللي اليوم مر به الأحزاب ومرت به الأحزاب المتناحرة على تشكيل الكتلة الأكبر هو الذي جعلنا أنه الشعب هو مصدر السلطات. اليوم الشعب يجب أن يقول كلمته ضد هذه الأحزاب التي لم تتفق على تشكيل حكومة وطنية ولم تتفق على أن يكون الأيام القادمة هي مسعى خير لكل الناس ولكل الشعب العراقي. بالتالي هم اليوم لم يستطيعوا تشكيل حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة، بعيدة عن تقسيم المناصب، هذا ما جعلنا اليوم نخرج إلى هنا في ساحة عن اللي الفردوس. عندكم انه اليوم عندكم مطلبين، يا اما تبدون يعني تجمعون عدد من المرشحين من اجل تقديهم لرئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء، او لربما الذهاب بالمطلب الاخر وهو حل البرلمان، هذه المطالب بعدكم مستمرين عليها؟ نعم اخي العزيز، اليوم احنا اليوم موجوده لدينا كفاءات في الشعب العراقي، موجوده ناس مستقلين بعيدين عن الاحزاب، ولكن للأسف لم تتوفر لديهم فرصة، المفروض هاي فرصتهم الحقيقية، هم بينهم لم يتفقوا على تشكيل حكومة، بالتالي المفروض يكون اللجوء إلى الشعب، لأن الشعب هو مصدر السلطات، وإن لم يحترموا إرادة الشعب فالشعب يقول كلمته بحل مجلس النواب والذهاب إلى أن تكون هناك اختيار لكفاءات وطنية، اختيار مستقلين بعيدا عن المحاصصة اللي عاشها الشعب العراقي على مدار 20 سنة. طيب، هذه المحاصصة نريد حاليا نقضي عليها، نريد نحاسب نعم الفاسدين المقصرين بحق الشعب العراقي. هو أنا هذا سؤالي، أكو جوانب أخرى اليوم تظهرون مواضيع بخصوصها مطالب بالإضافة إلى قضية تشكيل الحكومة والإصلاح نعم بها؟ نعم، كل فقرات اللي إحنا نطالب بها هي تعديل الدستور بالإضافة إلى قانون تعدد الأحزاب، هذه الجوانب مهمة اليوم الدستور. نعم بدر، وضحت الصورة. خلل بالدستور العراقي. نستثمر الوقت أكثر، في حال لو استمر الأمر بالانسداد ستستمرون بقضية التظاهر؟ نعم سوف نستمر بقضية المظاهرات، ونقول بأن الانسداد السياسي هذا الفشل اللي لم يتمكنوا من أن تكون هناك حكومة وطنية، وهذه الحكومة بعيدة عن المحاصصة، بعيدة عن ما يروه أنه الأحزاب كل من يريد منفعته الخاصة ولا لا يستطيعوا أن يجدوا منفعة الشعب، فالشعب سوف يقول كلمته التاريخية بأن الشعب هو مصدر السلطات واللجوء إلى الشعب هو الحل الوحيد. شكرا جزيلا. نعم زميلتي نعم مراسلنا وشاهدتي، هذه هي التفصيلات، هذه وضحت هي الصورة. أحسنت بدر على ردنا بهذا نعم على ردنا بهذا الحدث، نشكرك بدر الركابي مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.